انضم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لسباق المتنافسين على الظفر باللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد. وأفادت صحيفة تيليجراف البريطانية نقلا عن ذا سنة بأن مسؤولو السيتيزنز يعتزمون منح لاعبهم سيرخيو أجويرو للأتلتي على أن يضموا جريزمان في المقابل. الصحيفة أوضحت نقلا عن مصادر مقربة أن فريق دي جو سيميوني يأمل في استعادة أجويرو ولن يغلق أبواب العودة أمامه في الوقت الذي لا يرغب فيه بيب جواردولا مدرب السيتي في الاستغناء عنه، لكنه أيضا قد لا يمانع التضحية به من أجل جريزمان الذي يملك شرطا جزائيا في عقده قيمته 100 مليون يورو. الدولي الفرنسي يعد أيضا هدفا لكبار أندية أوروبا برشلونة مانشستر يونايتد، وتفيد بعض التقارير بأن ريال مدريد يرغب بدوره في التعاقد معه، ومن المتوقع أن يشهد سوق الانتقالات الصيفية صراعا قويا على أنطوان.